ليش معذب حالك وجاية؟ الله أعلم شو بيكون عمل بحاله. خلينا شبك شوفي، أصلاً أنا بالزور لا قدرت إجي لهون، تركت أمي وأبي ومرام وإجيت لشوفه. تحججت إني رايح غير أواعي وإرجع. أنت وين رحت؟ بعدين بالله. كانت غميانة وأنت وقفت عند راسها، وبعدها طلعنا من المي، ركبنا بالسيارة، هربنا وتركناها. أنت ما قربت عليها أبدا، هذا اللي صار. مراد، بس أنا ما منعتكم. شو عم تعملوا؟ ولا شيء، كنت عم بحكي لكريم على الحقيقة. لك شو عم تخرف انت؟ حقيقة شو يلي حكيت له عنا؟ حقيقتكن يا شلون قدرتوا تخدعوني كل هالفترة؟ كريم من شان الله سكوت، ماني ناقصة. ما انكن حاسين شو عملتوا انتو؟ ارتحت؟ ارتحت هلأ؟ شايف شو عملت؟ من هلأ بلش صوته يعلى، مبسوط باللي عملته؟ انا ما عم برق حالي من هالجريمة، انا كمان مجرم مثلي مثلكن يا كلاب. مراد هو اللي منعنا نقول لك الحقيقة، سكتنا مشان نجوزك البنت. طبعا طبعا، يعني كنتوا رح تقولوا لي؟ ما شفنا شيء لحتى نقول لك. لك انا ما دريت غير اليوم انك ما عملت شيء. وشو عملت؟ ليش ما اتصلت فيني؟ شو تغير؟ قلي شو تغير؟ برافو، هلا دريت بكل شيء. ايه شو رح يتغير بحياتنا؟ انت ارتحت شيء بعد ما حكيت؟ ما قدرت تمسك حالك يعني شوي؟ هلا انت هيك ارتاح ضميرك ما هيك؟ لا لسه، هي البداية بس. مراد، مراد كريم الحقه. مراد، ارتكبنا جريمة بحق البنت وهلا لازم نتحاسب عليها. مراد زين، خلينا نحكي شوي. انت شو ناوي تعمل؟ لهون وبس رح اعترف بكل شيء. مراد هدي وخلينا نحكي شوي. وقف السيارة ولك، وقف ولا بخنقك. سليم اتركه احسن من اعمل حادث. اتركه هيك بدك تحلها؟ يلا مراد صف على اليمين وخلينا نحكي مثل الخلق. تعرف شو معناتها انه الواحد ينحبس؟ اذا عرفوا انه نحن اعتدينا على البنت رح يزتونا كلها بالحبس. ايه خلينا نتحاسب على عملتنا. وقف ولا الا والله. اتركه. هذا اللي كان ناقصنا. بيقولوا انه المريض المنيح بيجي الدكتور لعنده. مراد اذا فتحت تمك بكلمه والله بقتلك. عم احكي معك ولك فهمت؟ مساء الخير، الشهاده لو سمحت. مساء الخير حضره المساعد، بدي اسالك سؤال، وين بيكون أقرب مخفر شرطة هون؟ أنا بدي روح المخفر. شو؟ مراد الوراء قدامك بالتابلو. فيني شوف وراء السيارة؟ تفضل. مالك حاطط حزام الأمان؟ انفخ بهيدا شوف. ليش عم تضحك يا أستاذ؟ عفواً أنا آسف. فوق هون يا أستاذ، إذا بتريد أنا أعمل لك من فوق هون. أنا آسف بس أعصابي تعبانة. تفضل. شو عم بيصير هون؟ عم يسوق وهو شربان وعم يخالف السرعة. شوف العداد لو سمحت.
أنا ماني شربان، فيني سوق السيارة عنه وبندفع المخالفة. إيه مزبوط، ورح ندفع لك المخالفة كاملة. مراد انزلوا من السيارة لشوف. كلياتكم يلا خلينا نتعرف عليكم. يلا أنتوا كمان. الشكل عندي دار. انت بتؤمن؟ افتقل لشوف. والشكل هون اذا بتريد فايدك لفوق. لو سمحت انت ما حتصدقني، بس انا كنت رايح لعندكم هلا. حضرة المقدم، هاتوا كلهم لهون، حركوا قدامي لشوف. حركوا ايه. نعم الو خالي، نحن بورطة. سليم؟ ايه سليم، نحن مخفر الشرطة. شو؟ مسكوا مخدرات مع مراد وهلا عم بيستجوبوه، بجوز نحبس عندهم هون. تعال خالو الحقنا بسرعة. لك الله ياخدكن ويريحني. وينكن هلا انتو؟ بأنو مخفر؟ اه يلا جاي لعندكن يا بشوات. جاي انا. يلا ناطرينا خالو. الله يخلصني منكن على اهون سبب. شو أنا ما عندي شغلة غيركن؟ شكراً لك. هلا جاي. تعال معي لشوف. كنت باليخت، كنت بردان، أعطاني عثمان الجاكيت تبعه ولبسته. والله ما كنت بعرف شو في بقلبه. ما بتعرف شو في بقلبه؟ ما دائما هن اللي بيحكوا هيك، وخاصة لما بينكمشوا. يمكن العصفورة حطته. لك ليش ما عم بتصدقني؟ قلت لك ما كنت بعرف شو في بالجيبة، اصلا مو لإلي. اسكت وعود، لا ترفع صوتك. انت هون متهم، يعني بتجاوب على اسئلتي وبس. يعني بتنكر انه المخدرات لك؟ سيادة المحقق، بشو بدك احلف لك لتصدق انه هالجاكيت مو الي انا؟ وحياة الله كنت مستعجل كتير، قمت اخذت الجاكيت وعطيته لمراد. صدقني انا ما بتعاطى غير المشروب، ما بقرب على اي شيء تاني غيره. اصلا بالفحص رح يبين معنا شو عم تتعاطى. رحت لهنيك لشوف رفيقي، كنت مالل كتير، قلت بنتسلى. دق لي عثمان وطلب نروح لعند مراد قبل ما يسافر. أنا وقتها كنت قاعد مع خطيبتي وأهلي بالمطعم، وهلأ بيكونوا ناطريني هنيك. حضرة المحقق، أنا ومراد كنا مع بعض طول اليوم، بعدين أنا تركته شوي باليخت ورحت لشوف رفيقتي، ولما رجعت لقيت كريم معه هنيك، وفجأة صار يركض وطلع بالسيارة. هاد كل شي بعرفه، والله ما لي علم بأي شي غير يلي قلت لك يا. كلنا أمنا وركضنا وراه، خفنا عليه سوق السيارة وهو سكران، وبعدها وقفنا الحاجز. موعد كتير مهم. تحرك. طب أنا لا شربت ولا أخذت حبوب، كنت قاعد بالسيارة وبس. السيارة جاهزة سيدي. عثمان، عثمان اعترف وقول له أنك أنت صاحب الجاكيت. لك يا غبي، الجاكيت مو إلي أنا، لقيته مرمي باليخت. تعال شوف، وقف هون واستنى دورك. حتى
حطيتها بظهري انا، بدك تنفذ منها وتورطنا. مراد مو وقته هلا، نحن هون بسببك انت. شو نسيت يلي عملته فيني؟ ذكرك شباب بعدين بتصفوا حساباتكم، هلا اسكتوا. عفوا اذا بتريد، انا منير تلجي المحامي تبعهم، انا قريت افادتهم وبعرف التهمه منيح، وانا بمثلهم كلياتهم. تفضل احكي. طلعت نتائج التحليل؟ لسه ما طلعت، كمان شوي وبتطلع. ما دخلنا خالو ولا واحد منا اخذ حبوب، صار سوء تفاهم. ايه مزبوط، مراد تقل بالشرب شوي بس ما تعاطى حبوب. هلا اكيد كل شيء رح يبين معهم بالتحاليل. لك انت مفكر القصة سهلة؟ بكره الصبح رح يحققوا معكم كمان، ومن هنيك على قصر العدل ليشوفكم القاضي. لك صدقني يا خالو والله نحن ما عم نعمل شيء. اسكتوا هدونا. طيب وين بدهم يحطونا لبكره؟ احتمال بالنظارة. ما بصير خالو، انا لازم روح. بالله شو هلا بقول لهم انه الاستاذ سليم مستعجل، عنده كم شغله بيقضيهم وبيرجع. العمى شو اغبيه،